المهم حنا دابا في ميغارا ما جينا نحضروا العرض الثاني ديال ايموراجي، حنا في التدريب، بقاو معانا. انا ما سوقيش طاس، ما قالتش بيا ما تولدنيش انايا. المهم معنا مشاكسين ديال الخشبه، سعيد ووديع. وديع ولا سعيد؟ لاصقا بغينا نعرفوا الاجواء ديال الاجواء ما قبل العرض، كي كانت اجواء حماسيه لدرجه الحماس هي الاجواء اللي كتكون قبل العرض. اول حاجه هو كيكون شادك واحد ستريس خايب، واحد الخلعه، حيت ضاد على ضاد كيتزاد الخوف. علاش؟ لانك انت كتكون في واحد النيفو، الوغ انت خصك تزيد تطلع النيفو، حيت الناس اللي كيتفرجوا فيك كيبغيو يشوفوك عاوتاني في حاجه كبر. فهنا قبل العرض راه واحد ما درتو العرض الاول؟ لا شوف شوف شوف، واحد ستريس كيكون شادك. هي درتي العرض الاول يا الثاني؟ ما عندوش علاقه. نفس ستريس، نفس ستريس وكثر كاع. كل ما ريبيتينا كل ما كيتزادوا حوايج واعرين، كل ما كان كيكون انسجام اكثر في لاسين، كل ما كيكون كل ما شفناكم تحقتوا دابا بفرقه ايموراجي، شنو هو الشعور ديالكم؟ كراوه هو سيك احنا كاملين دي زامي وكاملين كنموتوا على لا سين، دونك قررنا انا نديروا واحد اون غران تورني. طاليس قلنا نديروا اون غران تورني، قال لي وي علاش لا. اي سورتو دابا في الصيف كاين الجاليه ما قدرناش، من بعد عامين ما مشيناش عندهم، دونك عارفينهم هذا العام جاوا بزاف، دونك خصوصا الجاليه والناس اللي ما خرجوش، اللي ما تحش لهم فرصه انهم يجيو للسبيكتاكل. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وحنا ديما مساندينا، وشكرا للاب تي في. كان ممتاز، كان زوين، زعما استمتعنا ودوزنا لحظات زوينه ومكرنا نجيبوا العائله كامله. اهلا طاليس، صافا؟ اهلا بك، بخير. بغينا نعرفوا الشعور ديالك من بعد نجاح العرض الاول والعرض الثاني. الشعور ديالي انت تشوفيهم الحمد لله طالعين، شوف شعور واحساس لا يوصف الحمد لله. ملي كيمشي الجمهور راضي عليك وكيدوز واحد الوقيت زوين وكينشط وكيضحك، كتمشي كاع ديك التماره وداك الستريس، لانه ايموراجي الحمد لله ماشي غير ليكيب ديال لي زارتيست اللي كاينين، مي ديغيغ كاين واحد ليكيب كبيره وكبيره اللي ما نعساتش باش السبيكتاكل ديال اليوم يدوز مزيان. وكنتمنى انا نكونوا فوجنا على الجمهور الكازاوي ان شاء الله، اللي غادي نزيدوا ضغط واحده اخرى، لانه كاين واحد لا دوموند كبيره، وانتم شفتوا الجمهور اللي بقى برا اكثر من اللي كاين لداخل. لانه ما نكذبش عليك، الناس عياو من المشاكل، عياو من الستريس، عياو سيرتو مع دازت الجائحه. الجائحه والغلاء ديال المعيشه دابا والاسعار، دوك الناس محتاجه فريمون تخوي واحد شويه تفوج ودوز وقيت زوين. وداك الشيء علاش حنا درنا جوله في عدد من المدن الساحليه اللي كيمشيو الناس يخيموا فيها يدوزوا فيها الصيف، بغينا نكونوا معاهم باش نضحكوا مجموعين ان شاء الله. مع انا بغيت تفهم ليا، كتلقى جوج صحاب 10 بحال الخوت. تا هي ديالك؟ لا ما الحمد لله، هذا النجاح هذا وراه واحد الخدمه، وراه واحد ليكيب اللي بغيت نقول لهم شكرا من هذا المنبر. معنا الناس بزاف خدامين في الخفاء، يعني ما تيبانوش، بغيت نقول لهم شكرا حتى هما هذا المجهود اللي كيديروا، يعني كيخليوا الارتيست مرتاح. بغيت نشكرهم كاملين، بغيت نقول السميات ولكن راه بزاف ديالنا حنا هو نشطوا الناس والناس تكون مرتاحه، فوالا تسولاجا شويه من المشكل. ايوب صافا بخير؟ كي داز العرض مزيان؟ بغينا نعرفوا الاجواء ديال هذا العرض. الحمد لله العرض داز مزيان، الجمهور ديال كازاوي ديما كيفاجئنا بالحضور الكثيف ديالو، كان واحد التجاوب زوين مع الجمهور، سبيكتاكل داز كيف ما كنا مخيلينو، لا في لي سكيتش لا في لي سيتياسيون، والجمهور ما سخاش ساعتين ديال الضحك كتحس بها بحال دغيا دازت، وصافي بليزير. وهادشي اللي عودنا عليه الجمهور ديال كازا والجمهور ديال ايموراجي اون جينيرال. جمهور اب تي في شكرا لكم بزاف، وشكرا على الدعم ديالكم المتواصل، وترقبوا وبقاو دائما الجديد ديالنا على اب تي في. شكرا. تعليقاتكم كتهمنا، وما تنساوش تابوناو باش يوصلكم دائما الجديد.